واحد من كباتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي ربيعه مع زميلنا كريم احمد، نشوف ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم كالعاده، طبعا مستمرين معاكم في تغطيتنا الخاصه قبل مباراه وفاق ستيف بطل الجزائر والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بطاقه التاهل للمباراه النهائيه تكون من نصيب النادي الاهلي. بعيدا طبعا عن المباراه الاولى، احنا بادئين مباراه جديده بدوافع جديده ومن اعياد كتيره جدا الحقيقه. يسعدنا في هذه اللحظات يكون معنا طبعا كالعاده كابتن فريق النادي الاهلي، واحد من القامات ويمكن رامي قلب الاسد كالعاده زي ما جمهور النادي الاهلي بيلقبه. رامي برحب بيك في البدايه، موفقين يا رب ان شاء الله. عندكم اصرار كبير وعزيمه كبيره شايفينها، ويمكن الروح دي شفناها كمان في المباراه الاخيره، حطينا في الاجواء، شايف الوصول ان شاء الله باذن الله لل 11 ازاي؟ وكلمنا وطمنا على الفرقه رامي. طيب برحب بيك طبعا في البدايه، يعني منورنا طبعا ودايما وشك حلو علينا، بتفائل بيك بوجودك فربنا يكرم ان شاء الله. بس لسه ماتش كبير وماتش تقيل، يعني ننسى الماتش خالص اللي في القاهرة، في سيناريوهات كتيرة شفناها وفي أوروبا وفي أفريقيا في كل حتة، فأنت لازم تفكر في التفكير الإيجابي أكتر من إنك ما تبقى سلبي إن أنت رايح وكسبان في أرضك. انسى ده ماتش تاني خالص، بدوافع جديدة، بروح جديدة، بشكل جديد، أنت مش عارف حالتهم عاملة إزاي. أنت تقلق من الفرقه اللي مش باقيه على حاجه، دي اللي تقلق منها. لو فرقه باقيه على حاجه هتلاقيها متحفظه، تقدر تهاجمها، تقدر، انما انت مش عارف دوافعها عامله ازاي وفي وسط جمهورها والحماس اللي هيبقى ازاي، يتعامل ازاي. يعني انا بشوف، كنت شفت لقطات كتيره في المباراه عندنا في القاهره كان في حماس منهم شديد قوي، لدرجه ان كان في لعيبه بتتضرب، في لعيبه فتخيل بقى ما بالك ان هو على ارضه ووسط جمهوره وحماس زياده وخسران، فالموضوع هيبقى صعب على الفرقة. لازم تفكر فيها بشكل مختلف، ان الموضوع مش هيعدي بالسهل، لازم اللعيبة تاخدها بموضوع جدي شوية واكتر. واللعيبة كلها معروفة عنهم ان هم بناخد الموضوع ماتش بماتش، الماتش اللي في القاهرة ده ماتش وخلص، مع فرقة تانية خالص هنقابل فرقة شكل جديد وروح جديدة، فربنا يكرم ان شاء الله ونبقى كلنا بنفكر بنفس التفكير ده، ان احنا نحاول نحقق الفوز عشان نوصل للنهائي. احنا لسه ما حققناش اي حاجه، كل ده كلام على الورق بس وكلام في السوشيال ميديا ان انت كسبت ومش كده، لا انت لسه ما حققتش اي حاجه خالص على الورق. لما تخلص من الماتش ده ان شاء الله يبقى خلاص نبدا نفكر في النهائي ان شاء الله. فكل اللعيبه بتفكر بالتفكير اللي بقول لك فيه ده، فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. وعي كبير كالعاده الحقيقه من رامي ربيعه كقائد فريق النادي الاهلي، اللي يمكن هي دي الظروف اللي هو بيتكلم عليها دي الحقيقه. احنا بادئين مباراه جديده، لكن يمكن رامي انا عايز ارجع معاك خطوه ورا شويه، الاصابات والباد لك وسوء التوفيق ده ضعف كره القدم، ويمكن انت كمان كنتش محظوظ شويه، المنتخب منعم اتصاب، رامي راح اتصاب، وكنا في احتياج كبير جدا ان احنا نشوف رامي ربيعه الحقيقه في المنتخب بقوته الكبيره، وشفناك النهارده معانا بعد فتره الاصابه. الفتره دي عدت عليك ازاي، وايه اللي جه في ذهن رامي الفتره دي؟ لا هي كانت فترة المنتخب بصراحة فترة صعبة على كل اللعيبة، مش عليا أنا بس، وخصوصا عليا أنا بالأخص، لأن أنا كنت قاعد مريح بقالي مثلا أسبوع ونص راحة سلبية خالص في البيت، بس كنت بتمرن في الجيم. أكيد التمرين الجيم مش هتيجي زي التمارين في الملعب واحتكاك ماتشات بس الإصابة الأخيرة دي سوء حظ، إن هو أنت مريح فطبيعي يجي لك كرامب أو يجي لك مزقة أو يجي لك أي حاجة، فده كان طبيعي جدا في المباراه انه يحصل، وخصوصا ان ضغط المباراه في السنغال كانت تقيله قوي والاجواء كانت مش احسن حاجه، يعني ما كانش فيه امن اكتر، ما كانش فيه نظام اكتر، كان الموضوع فوضوي شويه. بس يعني الظروف بالنسبه لي يعني كانت احسن، ان انا ما كنتش بلعب في النادي هنا بشكل اساسي، كنت عايز اثبت نفسي لما رحت المنتخب ان كمان اخترت ان انا العب اساسي، فالواحد كان بيحاول يدي اللي عنده لان دي فرصه، هي الحياه فرص بتيجي، فانا بالنسبه لي كانت دي فرصه كبيره وكنت لازم استغلها، بس سوء الحظ ان انا ما كملتش، لان ده طبيعي جدا انت مريح في البيت راحه سلبيه فبتتمرن. كنت بتمرن في الجيم طبيعي، في الراحه السلبيه دي بتتمرن في الجيم بس مش بنفس المعدلات لو انت مع الفرقه او انت مع التيم يعني. ف يا رب بس بالنسبه لي تبقى رجوع مناسب ليا، وان شاء الله ابدا ادخل في الفرقه، والحمد لله بدات ادخل في الفرقه، ويعني بدات على طول ادخل في السكور معاهم، وربنا يكرم ان شاء الله ابقى متواجد في السكور باذن الله في المباراه باذن الله. رامي، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه لازم اختم بيه معاك، رسالتهم على طول ممتده ودعمهم كبير، والمباراه الاخيره الحقيقه شدوا من اللعيبه وحفزوهم وادوهم الدفعه الكبيره جدا اللي كانوا عايزينها.
شايف الجمهور ازاي وشايف البطوله ازاي. البطوله دي مش سهله، بطوله صعبه جدا جدا جدا. لا انا بشوف ان جمهور الاهلي جمهور واعي، فاهم بيتكلم امتى مع مع لعيبته، فاهم بيتعامل ازاي، فاهم بيشد امتى، بيرخي امتى، بيصبر على اللعيبه. لا يعني انا شايف جمهور الاهلي جمهور واعي، فاهم الحاله اللي احنا فيها دلوقتي في انتعاشه، فهو بيديك بيبقى واقف جنبك انك بتكمل الاداء الكويس اللي انت كملته، بس في نفس الوقت مديك حته حرص ان انت تبقى اللي احنا اتكلمنا فيها في البدايه، ان انت تبقى حاططها في دماغك، ان تبقى مركز اكتر، تبقى تنسى الماتش خالص اللي في القاهره لان جمهورك مش هيبقى معاك. فانت الاهلي قوته في جمهوره بصراحه، فدعواتكم ان شاء الله واحنا نبقى مركزين وما نحاولش نضيع مجهودنا وتعب اللعيبه وتعبنا كله مدار السنه كله، لازم نركز ان احنا نخلص الماتش ده لان ده تعب سنه كامله يعني. فربنا يكرم ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك منورنا يا جميل. كل الشكر والتقدير الحقيقه لكابتننا الكبير كابتن رامي ربيعه على هذه التصريحات. يا رب ان شاء الله باذن الله الحماس والجديه والوعي الكبير ده ينعكس علينا في 90 دقيقه. بدينا 0-0 ان شاء الله بطاقه التاهل باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي ولكل حدث حديث في المباراه النهائيه. كلام محترم الحقيقه من واحد من كباتن النادي الاهلي.